Audio Jungle. باسم الجمعية الوطنية للمحامية المغربية أهنئ زميلاتي في ربوع المملكة، أهنئ عضوات المكتب التنفيذي، أهنئ أيضا عضوات المجلس الوطني، أهنئ جميع رؤساء وأعضاء المؤسسات المهنية على الصعيد الوطني، وأقول بأن تأسيس الجمعية الوطنية للمحامية المغربية سيكون قيمة مضافة وسيشتغل إلى جانب جميع المؤسسات المهنية والإطارات المهنية سواء وطنيا أو محليا. وأشكر شكر خاص لهيئة المحامين بالجديدة التي قدمت لنا الدعم المادي والمعنوي وحضرت معنا أشغال هذا الجمع في شخص السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس والسادة وزملائنا إلى غير ذلك. فشكر خاص لهيئة المحامين بالجديدة التي أقولها بكل فخر بأن مشهود لها بدعمها اللامتناهي للمحامية وللمحامية في جميع المجالات، وشكرا. Audio Jungle.